عليكم. مرحبا بكم في قناتي موروكان تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. هاد الصيف ما كاينش فينا اللي ما كيصيبش وصفات خفاف منعشين وما كيستغرقوش وقت طويل باش كنوجدوه. اليوم ان شاء الله غنوجدوا جميع غديوة خفيفة ظريفة دغيا كتوجد، والاهم جد صحية لينا ولوليداتنا. ان شاء الله غنوجدوا لي لازان بالخضار وبصدر الدجاج، وكذلك عصير الليمون جد منعش خفيف تقدروا ترافقوا باي وجبه صيبتيو، وخاصه في هذا الصيف اللي كيبرد علينا ويعطينا الحيويه والنشاط. بلا ما نطول عليكم ندوزوا دابا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج لي لازان، انا عندي هنا باكي خديت منه غير 300 غرام، وصدر الدجاج نص كيلو قطعته طريفات صغار ماشي طحنته بزاف، غير قطعته هكا طريفات كيكونوا بقاو شويه باينين، ونص كيلو ديال القرعه خضراء حكيتها في الحكاكه غليظه، وعندي بصله مويان شنفتها رقيق، وعندي كذلك مطيشه الحك معلقه كبيره، وربعه طريوصه ديال الثومه قطعتهم طريفات صغار، 150 غرام ديال الجبن موتزاريلا، و100 غرام ديال الفرماج حمر بجوجهم حكيتهم. وبالنسبه للزبده غنحتاج 3 المعالق كبار الزبده من نوعيه جيده، وهنا عندي نص كيلو ديال المطيشه مطحونه ومصفيه، كنزيد عليها غير شويه ديال الماء وكنطحنها في الخلاط الكهربائي وكنصفيها. وغنحتاج الزيت نباتيه، الملح، الابزار، فلفل اسود والهريسه. في مقيله غندير معلقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق كبار ديال الزيت نباتيه، باش ما تحرقش ليا الزبده كنضيف لها ديك شويه ديال الزيت، وغنضيف لهم نصف كميه ديال الثومه، وغنخلي الثومه تتحر ليا مزيان في هاد الزبده والزيت وتنسمهم ليا على بوطه مهيله. عاد غنضيف ليها البصله ونخليها تشحر مزيان، ونغطي عليها شويه حتى تدبل ليا وتطيح. هنايا دبلات ليا البصله وبدا كيدخلها الطياب، غنضيف ليها القرعه وغنخليها حتى هي تشحر مزيان وعلى بوطه وتكون مويان، وما نغطيش عليها باش ما تطلقش ليا الماء. ودابا بعد ما تشحرت ليا القرعه غنضيف ليها الملحه حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء التحميره، وغنضيف لها الهريسه حسب الذوق. في مقيله اخرى غندير معلقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وغنضيف ليهم اللي بقى ليا ديال الثومه ونشحرهم مزيان حتى يتنسموا ليا مزيان بهاد الثومه، وعاد غنضيف ليهم صدر ديال الدجاج ونشحرو حتى هو مزيان حتى ينشف ليا من الماء ويولي اللون ديالو ابيض، وغنضيف له من بعد مطيشه اللي طحنت ومطيشه الحك. بعد ما تشحر ليا الدجاج ولاصوص غادي نتبلهم بشويه ديال الملحه حسب الذوق، ونص معلقه ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، وغنضيف ليهم واحد المكون كيبقى اختياري عندي انايا، ورقه سيدنا موسى مطحونه، ضفت ليهم معلقه صغيره، وانتم الا بغيتوش تضيفوها ما تضيفوهاش، ولكن راه كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد لاصوص. وشويه غنخليها تنشف صافي، وهي وجدت عندي. في الطنجره غادي ندير الماء يغلي مزيان، وغنزيد ليها شويه ديال الزيت النباتيه وثلاثه الوريقه ديال سيدنا موسى. بعد ما يغلي مزيان كنضيف له لي لازان، ثلاثه الورقات اولا اربعه ديال لي لازان حتى الخمسه ما تفوتوهمش، وسلقوهم 4 دقائق بالضبط ما تفوتوش، راه كتكون عندكم في الباكي شحال كيخصكم تسلقوهم. صافي اون فوا كيتسلقوا كتحيدوهم وكتخليهم كيبردوا على جنب، علاش انا كنضيف لهم ديك شويه الزيت باش ما يبقاوش يتلصقوا ليا في التالي. بالنسبه للبيشاميل انا نعطيكم طريقتي الخاصه، راها ساهله وناجحه 100%. انا غندير هنايا في الطنجره سيترو ديال الحليب 500 مليلتر، وغنزيد له 4 المعالق بومبي كبار ديال مايزينا. انا علاش كنختار هنا مايزينا، كتجيني خفيفه وماشي بحال الدقيق كيبقى ثقيل، وغنخلطهم حتى كينسجموا، عاد كنديرهم فوق البوطه كنشعل على البوطه غير مويان هكا، وكنبقى نحرك بشي بحال هكا شي سباتول تكون خشبيه، كنحرك مزيان حتى كتعقد ليا،
وفي التالي كنضيف لها معلقه كبيره ديال الزبده اللي بقات ليا ونخلطها حتى كتذوب وكنطفي عليها البوطه وكنسمها بالملحه والابزار وشويه ديال الهريسه. شوفوا معايا انا هنا نزلت قدامي العناصر كلها، الفرماج موتزاريلا، الفرماج حمار، والقريعه اللي شحرت، والدجاج اللي شحرت مع لاصوص، ولا بيشاميل، واللازان. شوفوا معايا هنايا ستفتهم كل وحده بوحديتها باش ما يتلصقوش ليا، وعاد المول اللي غنقاد فيه لي لازان دهنته بزبيده، وغادي ندير كوش رقيقه من تحت ديال لا بيشاميل، ونحاول نقاد ليها الوجه ديالها ونسرحها على المول كله. من بعد غننزل لي لازان، ما ننزلش وحده فوق من وحده، وحده حدا وحده، وغنضيف ليها لاصوص والدجاج، ومن بعد غنضيف هذيك الخضيره المشحره القرعه والبصله، وغنضيف كوش فوق منهم ديال لا بيشاميل، وغنقادها مزيان، ونضيف لها من الفوق الفرماج موتزاريلا وشويه الفرماج حمار. وبنفس الطريقه غنكمل الطبقات اللي بقاو ليا، غنضيف الموتزاريلا كيف قلت لكم انا هي كنقاد وحده حتى وحده، ماشي كنديرهم وحده فوق وحده، وكنضيف ليها الدجاج والقرعه المشحره ولا بيشاميل، كنبقى تبقى حتى كنكمل، وكندير لا بيشاميل في التالي هي الاخرى، وعاد كنضيف ليها طبقه مهمه ديال الفرماج دي بقى ليا. وقبل ما ندخلها الفران كنغطيها ببابي سولفيريزي، وكندير فوق منه بابي الومنيوم، وكنجمعها مزيان، وديجا كنكون مسخنه الفران ديالي على 180 درجه الفوق لتحت، كنديرها في الجهه اللي في الوسط وكنخليها تطيب على خاطرها، اصلا ما كديش بزاف ديال الوقت، غير كتغراتينا وتحمر وكنخرجها لحقاش المكونات كلهم اللي عندي ديجا طايبين. ندوز دابا نوجدوا العصير ديالنا، بما وجدوا لي لازان وطابو غنحتاجوا فيه يترونس ديال الماء، جوج ساشي دفاني فئه 7 غرام ونص، وعندي هنا ليمونه وحامضه غسلتهم مزيان وقطعتهم وحيدت لهم دوك العظيمات الداخل اللي كيمرروا من العصير، ودرتهم في الفريغو خليتهم حتى يبسوا مزيان وقصاحو، وغنضيف ليهم سنيده حسب الذوق. خلاط كهربائي غنضيف العناصر كلها، الليمون الحامض، وغنضيف جوج ساشيات ديال فاني كيف شفتوا معايا، وسنيده حسب الذوق، وغنضيف نصف كميه ديال الماء، وغنطحن العناصر ديالي كلها مزيان حتى يطحنوا مزيان، وغنصفيهم ونضيف لهم نصف كميه اللي بقات ليا ديال الماء. شوفوا معايا لي لازان بعد ما خرجتهم من الفران تحمروا، جاو كيشهيو، وكيف شفتوا معايا مكونات بسيطه وموجوده في كل بيت، صيبنا طبق اقتصادي وجد مغذي. اكيد الا جربتوا الوصفه من الاول غتنجح معاكم وتعجبكم. وشوفوا معايا حتى العصير ديتوكس اللي جد منعش لهذا الصيف، ان شاء الله ما غاديش يخطط لا شكون في هذه الفتره. انا كنحاول دائما نعطيكم جميع التفاصيل والاسرار باش ينجحوا معاكم جميع الوصفات من الابسط لارقى الاطباق. نتمنى الفيديو اليوم يفيدكم واخا غير شويه، الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وابوني وفعلوا الجرس باش توصلكم دائما الجديد ديالي، ولا جربتوا الوصفه قولوا لي كيف جاتكم في لي كومونتير. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.